بدأت وزارة الصحة الأربعاء بتنفيذ حملة لبرنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم ولقاح فايزر بايونتك إلى الأردن. وتجرى عمليات التطعيم في العالم على قدم وساق، كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى بدء التلقيح في كل الدول في الأيام المئة المقبلة لمواجهة الوباء الذي أسفر عن أكثر من 2 مليون وفاة في العالم. ينضم إلينا من لندن عبر سكايب الباحث في علم الأدوية الدكتور بلال الزعيتر. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني في الحقيقة الأردن من بين عشرات الدول في العالم بدأت بإعطاء اللقاح المضاد للفيروس، وبالتالي كيف ترى سير عملية التطعيم وما هي الدول السباقة من حيث الأعداد؟ بالتأكيد الأردن مثل غيره من الدول ابتدأت فيه عمليات التطعيم. هناك توفر مبدئي للقاحات. المنصة التي أطلقتها وزارة الصحة الأردنية تشهد إقبالا يتزايد بمرور الوقت. الشعب الأردني مثل غيره من باقي الشعوب كان لديه بعض التساؤلات، مع بمرور الوقت وازدياد حالات التطعيم تخف الاعتراضات شيئا فشيئا. التطعيم أو المطاعيم التي تعاقدت عليها الحكومة الأردنية، مطعوم فايزر بايونتك الأمريكي الألماني ومطعوم سينوفارم الصيني، هي مطاعيم آمنة. هناك الملايين حول العالم الآن، أعداد تفوق 20 مليون، تطعموا بهذه المطاعيم، فبالتالي سنشهد إقبالا أكثر بمرور الوقت. وأنا من وجهة نظري أن الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة الأردنية برنامج التطعيم هو مماثل لما هو متبع في كثير من الدول وحتى المتقدمة منها. نعم، طيب هل هذا يعني بأن إجراءات فتح القطاعات المغلقة يمكن أن تعتمد على يعني إعطاء اللقاحات أم لا؟ بالتأكيد هذا المبدأ متبع بكثير من الدول، ألا وهو فتح القطاعات التدريجي بموازاة حصول أعداد أكبر من المجتمع على المطاعيم. الهدف دائما من المطعوم هو تحسين الناس، فبالتالي عندما تصبح لدينا نسبة مقبولة من المجتمع قد تطعمت، هناك حاجة تدريجية لفتح القطاعات والعودة بالحياة إلى طبيعتها. طبعا هذا كله يعتمد على توفر اللقاحات بكميات مناسبة للجميع. طبعا هناك الكثير من الضغط حاليا على الشركات المصنعة حول العالم لتوفير كميات أكبر. من الأشياء الغريبة الآن أن في أوروبا بشكل عام باستثناء بريطانيا تشهد عمليات التطعيم تباطؤا بسبب قلة وصول الكميات، ولكن بشكل عام كلما زادت نسبة التطعيم في المجتمع كلما أصبح من الأسهل علينا العودة إلى الحياة الطبيعية، طبعا مع الالتزام بالكمامة وتعقيم اليدين والتباعد إلى أن ينتهي الوباء. طيب دكتور بلال، يعني كبير الخبراء الأمريكيين للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي في الحقيقة يعني لفت انتباهي ما صرح به بأنه النسبة الواجب تطعيمها باللقاحات أو ربما لضمان توقف تفشي الوباء يجب أن تصل إلى 80 و85% للمطاعيم، ويعني لا أعلم إلى أي مدى هذا الكلام دقيق على الرغم من أنه العديد من الدول لم تصل حتى إلى النصف. يعني متى يمكن أن يشهد المجتمع هذه المناعة والحصانة المجتمعية دكتور؟ طبعا لتوضيح تصريح البروفيسور فاوتشي، وهو أحد أكبر الأعلام في الأمراض المعدية ليس في أمريكا فقط وإنما حول العالم، نسبة 80 أو 85% التي تحدث عنها هي النسبة التي ينتهي فيها الوباء تماما بحيث نعود إلى حياتنا الطبيعية. ولكن هو تحدث في مقابلات سابقة على أن الوصول إلى نسبة 60% تكفي لكسر سلسلة الوباء، أما الوصول إلى 80 أو 85%
80% هو الرقم المثالي الذي نتمكن تماما من القضاء على فيروس الكورونا والعودة إلى حياتنا الطبيعية كما كنا قبل شهر نوفمبر 2019. فهذا الرقم هو الرقم المثالي، ما زلنا بعيدين من الحصول عليه، ولا في أي مجتمع على الإطلاق ولا في أي دولة وصلت نسب التطعيم فيها إلى هذه الأرقام، ولكن هذا هو المأمول وهذا هو المتوقع بعد توفر اللقاحات بكميات كافية وتطعيم الملايين وإقبال الناس على اللقاحات بشكل أكثر بعد أن تهدأ مخاوفهم. طيب، وبالتالي دكتور بلال، يعني السؤال الذي يطرحه الجميع، متى سيعود العالم إلى حياته الطبيعية؟ يعني هل يمكن خلال هذه السنة أم ربما العام القادم؟ طبعا منظمة الصحة العالمية طرحت تصريحا متشائما عندما قالت أنه لن نعود إلى حياتنا الطبيعية في سنة 2021، ولكن من في نظرة متوسطة أو نظرة ليست مفرطة في التفاؤل وليست مفرطة في التشاؤم، هناك حديث عن عودة إلى شبه حياة طبيعية بحلول خريف هذا العام، بنهاية هذا الصيف ستتوفر كميات أكبر من اللقاحات، وطبعا هناك حديث عن اللقاح الذهبي أو لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي يتميز برخص ثمنه وسهولة تصنيعه، فبالتالي هناك حديث عن توفر ملياري جرعة هذا العام. عندما تدخل المزيد من اللقاحات إلى السوق العالمي سنتمكن من الوصول إلى حالة الحياة الطبيعية. خلاصة الأمر، أنا بنظري أنه في النصف الثاني من هذا العام سنشهد تحسنا أكبر وعودة أكثر إلى الحياة الطبيعية. طيب، شهد العالم دكتور بلال العديد من اللقاحات، يعني لم يكن لقاح واحد أو مصدر واحد، وبالتالي هذه الفروقات باتت تربك يعني الناس بشكل عام، وهناك شائعات حول أثار جانبية لهذا اللقاح ويختلف عن ذاك اللقاح وما إلى ذلك. وبرأيك يعني هذه الفروقات دكتور بلال هل تستدعي القلق أم أنه بالآخر يعني كل لقاح؟ طبعا هناك بعض الفروقات في طريقة التصنيع، هناك لقاحات الجيل الثالث المعتمدة على تكنولوجيا الـ mRNA كما هي لقاحات فايزر وموديرنا، وهناك لقاحات كلاسيكية تعتمد على طرق قديمة نسبيا مثل اللقاح أكسفورد أسترازينيكا ولقاح سينوفارم. باعتقادي أنه ستكون هناك سلة من اللقاحات بمرور الوقت، وأنه على الجميع أن يأخذ أول لقاح يتوفر له، طالما اللقاح أجيز من الجهات الناظمة التي طالما الشركات تقدمت بملفاتها إلى الجهات الناظمة في البلدان المعنية وهذه الجهات حريصة على سلامة ومأمونية اللقاحات، طالما الجهات الناظمة اقتنعت باللقاحات، نصيحتي للجميع هي أن يتناولوا أول لقاح في متناول اليد، بمعنى أنه المفاضلة بين اللقاحات أو الانتظار حتى يتوفر اللقاح الفلاني هذا ترف غير موجود حتى في الدول المتقدمة، هنا في بريطانيا وحتى في أمريكا وحتى في ألمانيا لا يختار الأمر اللقاح أو المرء لا يختار المرء اللقاح الذي يتناوله، هناك على حسب التوفر. فنصيحتي للجميع أن يثقوا بالعلم، أن يثقوا بالبيانات المعطاة، هناك الكثير من الأطباء الموثوق بهم حول العالم الذين يوصون باللقاحات، فما أنصح به أن عدم انتظار لقاح معين بعينه وتناول أول لقاح يتوفر للشخص طالما أجيز من الجهات المعنية. شكرا لك الباحث في علم الأدوية الدكتور بلال زعتر.